في مدارس الإحسان نعمل على دمج تعليم اللغة العربية والتربية الإسلامية في مناهجنا الدراسية بشكل سلس، بما يضمن لأبنائنا ارتباطاً وثيقاً بإرثهم الديني والثقافي، ويغرس لديهم شعوراً راسخاً بالهوية والانتماء والفخر بالجذور. تجربة تعليمية غنية يستكشف فيها الأبناء ثراء لغتنا الحبيبة ويتمثلون تعاليم ديننا الحنيف. هدفنا رعاية جيل واع روحياً متوازن سلوكياً يحمل القيم قولاً وفعلاً في جميع جوانب الحياة، ويتجلى فيه تناغم التقاليد والحداثة. ندعوكم للانضمام إلينا في رحلة اكتشاف الذات لنبني معاً مجتمعاً من القادة الشباب ملؤهم الثقة والعزيمة والأصالة.